مستمر وانطلاقه لشوطنا الثاني عشر بتعداد أشواط هذا اليوم بانطلاقة منافسات سن اللقاية. هذه الشعارات الكبيرة المتواجدة والمنطلقة والأسماء المميزة بالسجلات الحافلة بتواجد أيضا على أرضية ميدان التحدي. أتابع المقدمة والصدارة شعار بن كحيز مع المركز الأول مع تقدم من قبل الذيب لسالم بن محمد بن بخيت الفحيح المري على أول المراكز وعلى المقدمة. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام من قبل هذا الشعار المميز من يحمل رقم 74 باسم الدول الذي المركز الثالث التواجد من قبل شاهين علي بن صالح بن حسين بن جرحب المري. والمركز الرابع شعارك يا بن جهمان على رابع المراكز بتواجد نهاب جابر بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي. المركز الخامس أرى الغدوم الملحوظ من أحد الأسماء المميزة بانطلاقة جميلة على المركز الخامس بهذه اللحظة من يحمل رقم 33 يتواجد ولوال علي بن صالح بن هزاع العذبة المري على خامس المراكز. هذا هو النداء حفلنا الكريم الأول للأسماء الخمسة المتقدمة. ونعود إلى الصدارة، نعود إلى مقدمة هذا الشوط لنتابع المقدمة يا بن قريح. هنالك صدارة مع تواجد شعار بن كحيز من يسيطر على مجريات هذا الشوط وعلى المقدمة. أحد أبناء ميدان الشحانية يرافق الصدارة بقيادة مجريات هذا الشوط مع تواجد شاهين أو بتواجد الذيب لسالم بن محمد بن بخيت الفحيح المري ليقدم لنا هذا الشعار الذي رافق الأسماء الكبيرة من أيضا سجلت لها بصمات عديدة على أرضية ميدان التحدي في السباقات المحلية وفي المحافل وفي المهرجانات وأيضا في المحافل الخارجية. تواجد المركز الثاني بتقدم شعار بن جرحب مع شاهين لعلي بن صالح بن حسين الجرحب المري. والمركز الثالث ثالث المراكز من يتواجد بهذه اللحظات وينطلق شاهين لخليل بن ناصر بن منصور الخليل الشهواني على المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم مشاهدي الكرام الوال من يعزف الموال وينطلق مع الأسماء المتقدمة علي بن صالح بن هزاع العذبة المري ويرى تسلل ملحوظ مع المركز الثالث بهذه اللحظات من شعار بن راية معتاد لعلي بن راشد بن علي البريص المري. وهذا الشعار معودنا دائما على انطلاقات مثيرة ومميزة وعلى أيضا تسجيل النقاط الأولى. المركز الرابع أتابع شعار بن جمال. المركز الخامس من تسلل إلى رابع المراكز يتواجد بهذه اللحظات الرعد لصالح بن سالم بن علي القوز المري ليتواجد على المركز الرابع. المركز الخامس بهذه اللحظات نهاب لجابر بن عبد الهادي بن حسين البريدي. المركز الخامس تسلل من قبل مزاح محمد بن احمد بن خليفه بن شرباك المنصوري يصل شعاره مع المركز الخامس. اعود الى الصداره واعود الى معتاد، معتاد وشعار العوايد مع المركز الاول ومع الصداره مع المقدمه والقياده يسيطر على مجريات هذا الشوط لينطلق بقيادة هذا الشوط بتواجد شعار بن راية مع انطلاقة معتاد علي بن راشد بن علي البريص المري وابناء سودة يطالبونك يا بن راية مع تواجد معتاد بالمركز الأول. المركز الثاني التواجد من قبل رعد لصالح بن سالم بن علي القوز المري على المركز الثاني. والمركز الثالث يصل شعار البرنس على ثالث المراكز بهذه اللحظات شاهين لجر الله بن محمد بن طالب بن عقيل. وهنالك شعار بن كحيز يتقدم مع المركز الرابع سعيد بن محمد بن سعيد بن كحيز المري لأول ندى. والمركز الخامس يتواجد بهذه الانطلاقة ويتقدم أيضا ظبيان لفهد بن حسين بن جرحب المري. ولكن أرى شعار الجهني بدأ يتسلل من الجانب الأيمن ينطلق إلى الصدارة. شعار ينبع مع أبناء ينبع ومع تقدم أيضا هملول سليمان بسلامة الجهني مع المركز الأول. ولكن يسلم
صحة ووعى الواعي وانطلق مع الصدارة الواعي لسعيد محمد بن سعيد بن كحيز المري ينطلق شعاره مع الصدارة ومع المركز الأول. سلام وتحية واحترام لبن كحيز على حصول الواعي على المركز الأول وانطلاقته إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني كان الوصول من قبل مصوب لمحمد المبارك محمد الفيد المري. المركز الثالث كان الوصول من قبل هملول لسليمان بسلامة. الجهني المركز الرابع كان الوصول حظنا الكريم من قبل شهيد جرب محمد بن طالب بن عقيل. المركز الخامس خامس المراكز ضبيان لفهد بن حسين بن محمد الجرحب المري. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء شاهدنا هذه المنافسة وهذه الانطلاقة الجميلة ولاحظنا انطلاقة الواعي من وصلنا في الأمتار الأخيرة وانطلق إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس ومحققا توقيت زمني وقدره. 6:35 46 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزل خوال سعيد بن محمد بن سعيد بن كحيز المري على حصول الواعي على المركز الأول. المركز الثاني كان الوصول من قبل مصوب 6:36 16 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزف والي مالك مصوب محمد بن مبارك محمد الفيد المري. المركز الثالث كان الوصول من قبل هملو 6:36 50 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لسليمان بسلامة الجهني. تتواصل مشاهد